ها هلا هلا روح روح. ما بعرف انا كنت عند عبد الجبار وما رحت على البيت. شو كان بده عبد الجبار منا؟ ما بده شيء. والله رحت معي ابو سامي. ايه بس في سبب. هو خايف انه ماهر هو اللي يربح الانتخابات. واذا صار المختار راح يتحداه لعبد الجبار. بس يا ريتك اخذته. يعني كان احسن حل. اذا بدي طريقه رح نحل مشاكلنا. ساعتها بلا ما نحلها من اصلها. صار يا ترى وينه؟